في الحقيقة بعض الأدوية قد تحتاج لمراقبة مستمرة من الطبيب عند البدء بتناولها، بالإضافة إلى إجراءات احترازية لمنع وتقليل حدوث الأعراض الجانبية لا قدر الله. على سبيل المثال، منع حدوث تشوهات خلقية للأجنة، اعتلال للكبد أو الكلى أو الرئتين، أو حدوث نزيف دموي. لذلك اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء وسائل لخفض المخاطر الإضافية. طبعا هي عبارة عن مواد توعوية موجهة للممارس الصحي وموجهة للمرضى، تحتوي على معلومات وإجراءات احترازية للتقليل من الأعراض الجانبية، بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الآمن للأدوية. من الأمثلة على ذلك دواء الفالبوريك أسيد، وهو دواء مضاد للتشنجات أو الصرع، قد ينتج معه لا قدر الله تشوه للأجنة إذا استخدم لدى الحامل. هناك دواء آخر وهو دواء الفينغوليمويد، وهو علاج للتصلب اللويحي. إن لم يتم اتباع نصائح الطبيب والفحوصات الدورية قد يسبب لا قدر الله مشاكل للكبد، تصل إلى فشل في الكبد. لذلك قامت هيئة الغذاء والدواء بإصدار وسائل خفض للمخاطر تلك، من بينها بطاقة تذكيرية ودليل إرشادي للمرضى، بالإضافة إلى دليل إرشادي ورسائل موجهة للممارسين الصحيين. تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمراجعة الشاملة للأدوية عند التقديم على تسجيلها في المملكة، حيث يتم التأكد من فعاليتها وسلامتها وجودتها. كما أنشأت الهيئة نظام تيقظ الإلكتروني، والذي يتيح لكل أفراد المجتمع الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية أو أي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، وذلك بغرض مراقبتها بعد التسويق. نصيحتي في النهاية وما أشدد عليه عدة نصائح. النصيحة الأولى: تناول دوائك كما وصف لك من الطبيب. النصيحة الثانية: أخبري طبيبك أو الصيدلي إذا كان هناك حمل أو كنت مرضعا أو تخططين للحمل. النصيحة الثالثة: الأدوية المخصصة لك قد لا تتناسب مع الأشخاص الآخرين والعكس صحيح، لذا لا تستخدم دواء جديدا دون استشارة طبيب. النصيحة الأخيرة: تأكد من طبيبك أو الصيدلي إن كان هناك تعارض بين الدواء الجديد وبين أدويتك المعتادة. نستقبل بلاغاتكم على قنوات التواصل التالية.